بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف أشارككم في هذا الفيديو ميزة من ميزات الفيسبوك. طبعا في الآونة الأخيرة ظهر رمز في الفيسبوك، وهذا الرمز يفيد في التبديل بين الحسابات دون تسجيل الخروج من الحساب الحالي. فهذا الزر يمكن أن يتواجد، أو هذا الرمز يمكن أن يتواجد في بعد الصفحة الرئيسية، ويمكن أن يظهر بعد علامة الإشعارات. هذه هي علامة الإشعارات وهذا هو الرمز. عند الضغط عليه طبعا سوف يتوفر الحسابات التي تم تسجيل الدخول بها على الحاسوب، وهذه الميزة متواجدة في الحاسوب فقط. طبعا عند تسجيل دخول لأكثر من حساب في متصفح واحد سوف يظهر هذا الرمز، وعند الضغط عليه يتاح لك التبديل بين الحسابات. بإمكانك الضغط على أي حساب تريد التبديل إليه، طبعا شريطة أن تعرف كلمة السر الخاصة به. طبعا قد يكون لديك حسابين أو حساب لصديقك يدخل عليه من الفيسبوك وهو مفتوح طبعا، وبإمكانك إضافة حساب جديد، وذلك بالضغط على علامة الزائد من هنا. وبعد ضغطك على علامة الزائد من هنا يتاح لك تسجيل الدخول إلى الحساب الذي تريد. هذه الميزة قد تظهر للبعض وقد لا تظهر للبعض الآخر، كون أن هذه الميزة في بعض الأحيان تحتاج إلى إضافة على جوجل كروم طبعا، وأنا لا أحبذ الإضافات. أما بالنسبة إلى ملفات تعريف الارتباط، فلو مسحت ملفات تعريف الارتباط ربما تختفي هذه الميزة. وعند تسجيل الدخول إلى الفيسبوك طبعا، إلى أكثر من حساب فيسبوك طبعا، لن تظهر إلا بعد فترة. هذا طبعا عن تجربة شخصية. وإلى هنا ينتهي الشرح، أرجو أن يستفيد الجميع، ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو وكتابة التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.